بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم طلاب الصف الثالث الإعدادي مع حل امتحان اللغة العربية، امتحان شهادة إتمام الدراسة مرحلة التعليم الأساسي فصل الدراسي الثاني 2022-23 محافظة الغربية. طبعا الامتحان في المجمل في مستوى الطالب المتوسط. نقول أولا التعبير، اكتب في موضوع واحد من الموضوعين الآتيين فيما لا يزيد عن 20 سطرا ولا يقل عن 16 سطرا. الأنشطة المدرسية تعتبر من أهم الأسس التي تبني الإنسان المصري نفسيا وبدنيا وعقليا وروحيا. طبعا موضوع الأنشطة المدرسية من الموضوعات المفتوحة، نتكلم عن الإذاعة ودورها في صقل شخصية الطالب، نتكلم عن جماعة المسرح، نتكلم عن جماعة الرحلات، نتكلم عن جماعة الخط، نتكلم عن جماعة الصحافة، نتكلم عن جماعة الريادة أو الرائد الاجتماعي. جميع الأنشطة المدرسية بتأدي أو بتثقل الطالب وتنمي شخصية قيادية سوية لها دور في خدمة المجتمع. الموضوع الثاني بيتكلم عن البطالة واخطارها على الفرد والمجتمع. طبعا موضوع البطالة برضو من الموضوعات الشائعة، وممكن ندخل معاه درس المشروعات الصغيرة ونبدأ نتكلم عن البطالة ومنطلق القضاء على البطالة، ان احنا نتوسع في المشروعات الصغيرة ونبدأ نتكلم عن درس المشروعات الصغيرة ونتكلم عن يعني ايه بنضمنه في موضوع البطالة. وكده تقدر طبعا مع مراعاة الخط والتنسيق وكتابة الفكر تكسب درجة كبيرة ان شاء الله من موضوع التعبير. لافتة تحث فيها زملائك على أهمية ممارسة الرياضة. منقول ممارسة الرياضة تؤدي إلى بناء أجسام قوية. ممارسة الرياضة طريقنا للتحقيق التقدم. العقل السليم في الجسم السليم. القراءة من موضوع فارق الحب والنوى، فإذا هما وقد شاء لهما خالق الكون أن تواتيهما عوامل الغذاء والماء والهواء والضياء، تبديان العجب وتخرجان العجاب. تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين، معنى تواتيهما تشاركهما ولا تخرج لهما ولا تتيسر لهما ولا تساعدهما. طبعا هنقول تتيسر لهما. جمع الهواء الأهواء. طبعا الأهواء جمع الهوى بمعنى الميل والرغبة. الهوايات جمع الهواية. المهاوي جمع الأهوية. طبعا جمع الهواء بناخد الأهوية. عما تتحدث الفقرة عن مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى في إخراج النبات الحي من حبة القمح ونواة التمر الجامدتين. تاني يتحدث الكاتب في الفقرة عن مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى في إخراج النبات الحي من حبة القمح ونواة التمر الجامدتين. ولماذا يظهران العجب ويخرجان العجاب؟ طبعا هما هنقول انهما عبارة عن مخزنين لطاقة حيوية جبارة بإرادة الله سبحانه وتعالى والظروف المواتية تخرج هذه الطاقة. نجد ان حبة القمح تحتوي كل سنبلة على العشرات من حبات القمح. حبة التمر عندما تكون في ظروف ملامة تتفجر عن نخلة عملاقة تأخذ من عناصر الأرض طعامها ومن غيث السماء سقياها، فتخرج لنا كل عام أغصانا محملة بتمور حمراء أو صفراء. صحيحة مما بين القوسين لما يلي، كان الملك نجم الدين أثناء الاستعداد لملاقاة الفرنج واقفا بين جنوده، ولا يراقب سواحل دمياط، ولا في المنصورة يجهز الجند، ولا في فراشه مريضا. طبعا كان في فراشه مريضا. كان مضمون الرسالة التي جاء بها التاجر الصقلي لنجم الدين الاستفسار عن صحة الملك، إبلاغ الملك بهجوم الفرنج على القدس، إبلاغ الملك بهجوم لويس التاسع على مصر، إقامة علاقات تجارية بين مصر وصقلية. طبعا هي إبلاغ الملك بهجوم لويس التاسع على مصر. خبر الذي أسعد الفرنج بعد احتراق معسكرهم، طبعا انهم دلهم ان هناك خائن عربي
دلهم على مخاض في بحر أشموم يفاجئون العرب منها مقابل قليل من المال. قراءة المتحررة: أطلق اسم الطاقة حديثا على تلك القوة التي تحرك الآلات فتيسر وسائل المواصلات حتى يبلغ بها الإنسان غايته، وتدير المصانع حتى توفر للناس ما يحتاجون إليه، وتحقق لهم الرفاهية حتى يستريحوا من عناء الحياة. ومن مصادر الطاقة الماء والفحم والبترول والشمس، والبترول أكثر الطاقات المستخدمة حتى اليوم، ولكنها مصادر محدودة لا تستطيع أن تواجه مطالب الحياة مع هذا التفجر السكاني المتزايد. تخيل الإجابة الصحيحة: معنى غاية، وسيلة، طريق، اتجاه، هدف. طبعا يبلغ بها الإنسان غايته يعني هدفه. مضاد عناء: شقاء، راحة، سعادة، سلام. طبعا مضاد عناء. قدر علل بعض مصادر الطاقة الواردة بالفقرة غير قادرة على الاستمرار. هنقول لأنها لا تستطيع مواجهة مطالب الحياة مع زيادة الانفجار السكاني. تاني حاجة: لأنها قابلة للنضوب. النضوب يعني الفناء والانتهاء. السؤال الأول من نص استعن بالله عن ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تخيل الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لما يلي: المراد باتجاهك في الحديث أمامك ولا معك ولا وراءك ولا فوقك. طبعا هنا المراد هنا معك، تجده تجاهك أي تجده معك. مضاد سألت في سياقها: مضاد سألت في سياقها أجبت ولا قابلت ولا استغنيت. طبعا هنا هنقول استغنيت، يعني يسأل الله، واحد يستغني عن يعني يستغني عن طلب المعونة. إنسان الله تعالى بالامتثال لأوامره واجتناب نواهيه، نتيجة ذلك أن الله سبحانه وتعالى يحفظه وييسر له أسباب الحياة ويعينه على مواجهة الشدائد. يا غلام، ما نوع هذا الأسلوب؟ طبعا هنقول أسلوب نداء غرضه التنبيه. يبقى يا غلام أسلوب نداء غرضه التنبيه، يسترعي انتباه المتلقي ليكون تركيزه أشد واستيعابه أكثر. الضرر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى. اكتب مما حفظت من الحديث ما يدل على ذلك. هنقول: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. خلال كريمة: والعلم إن لم تكتنف شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: مضاد ينفع، يخسر، يهزم، يضر، يغلب. طبعا هنقول يضر. قال الثاني: مفرد شمائل، شاملة ولا شميلة ولا شامل ولا أشمل. طبعا شمائل معناها أخلاق، والمفرد شمال وشميلة. يبقى ما فيش شمال، ناخد شميلة. للشاعر رأي في قيمة العلم، وضح ذلك. هنقول يقول الشاعر: إن العلم بلا أخلاق يورد الإنسان موارد الهلاك والفشل والضياع. فالطبيب أو المعلم أو المهندس
بدون أخلاق يسيء إلى مهنته وتسوء سمعته ويفشل في عمله وحياته. الجمال في كان مطية الإخفاق تصوير للعلم بدون أخلاق طيبة بوسيلة تورد صاحبها موارد الهلاك والدمار. ولا لا تحسب أي التعبيرين أقوى ولماذا؟ طبعا هنقول لا تحسبن أدق وأجمل لأن أسلوب مؤكد بالنون يؤكد ضرورة ارتباط العلم بالأخلاق، ضرورة ارتباط العلم بالأخلاق. من نص حب الوطن: بلادي هواها في لساني وفي دمي، يمجدها قلبي ويدعو لها فمي. ولا خير في من لا يحب بلاده، ولا في حليف الحب إن لم يتيم. تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين، معنى هواها عطرها حبها نسيمها رياحها، طبعا هواها حبها. مضاد يمجد يقلل يحترق يكره يحتقر، طبعا يحتقر. رقم باء: عبر بأسلوبك عن معنى البيتين مبينا عاطفة الشاعر فيهما. نقول يقول الشاعر: إن حبي لبلادي يظهر في حديثي الدائم عنها وفي دعائي لها، كما أنه يسري في دمي تمجيدا لمكانتها العظيمة في أعماق قلبي. فمن لا يحب بلاده لا خير فيه، وكذلك المحب الذي لا يشغله هذا الحب دائما. العاطفة المسيطرة على الشاعر هي حب الوطن، حب الوطن والاعتراف بالفضل والجميل له، حب الوطن والاعتراف بالفضل والجميل له. ما الجمال في هواها في لساني؟ تعبير جميل يدل على دوام حديث الشاعر عن بلاده، فهو لا يتكلم إلا إعجابا بها وحبا وولاء ووفاء لها. كم دال: بلاد هواها في لساني، بلادي هواها في لساني، أي التعبيرين أقوى في الدلالة على قيمة الوطن عند الشاعر ولماذا؟ هنقول التعبير الثاني أجمل، اللي هو أتى في الأبيات بلادي هواها في لساني. هنقول كلمة بلادي الإضافة إلى ياء المتكلم تفيد اعتزاز الشاعر ببلاده وشدة حبه لها. قطعة النحو: نحن في عالم تتعاظم فيه اعتبارات العولمة. من التي تتعاظم اعتبارات؟ يبقى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم، وتتطور فيه ضرورات الاتصال، لذا يجب النهوض بمسؤولية تمكين أبنائنا. هنقول أبناء مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة، والناء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، مع التعامل مع المتطلبات الحديثة ارتقاء بمجتمعنا. فاعلم يا بني أن مواكبة التطور مقياس التقدم، فكن مقداما في عملك. استخرج من الفقرة. رقم باء: اسم مفعول واكتب فعله الماضي. طبعا عندي اسم مفعول متطلبات الفعل بتاعه تطلب أو طلب، صيغة مبالغة واذكر وزنها. طبعا مقداما وزنها مفعالا. اسم آلة واذكر نوعه. طبعا اسم آلة مقياس نوعه، هنقول مشتق قياسي له وزن قديم اللي هو مفعال. رقم جيم: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين واكتبها في كراسة إجابتك. اسم المكان الوارد في الفقرة السابقة: عالم مجتمعنا مواكبة مسؤولية. طبعا اسم المكان مجتمعنا.
المؤمن من يفعل الخير، ما تحته خط اسم فاعل فعله. طبعا هنقول ائتمن مؤتمن، ائتمن مؤتمن، امن امن. طبعا هي امن بالايه بالمد. الف او واحد، يساب كل رجل دل على الخير. صغ مما تحته خط اسم فاعل في جملته، يبقى دل دال دال على الخير، زي مد ماد. اخضر الشجر في فصل الربيع، هنقول الشجر، هنقول اخضر يبقى اكثر او اشد اخضرارا في فصل الربيع. طبعا هي لو خضرة خضرة، لكن هنا اخضر نقول اشد اخضرارا. ووردت في التدريبات التي حلت في قناة عاشق الضاد والنحو هذه الملاحظة اكثر من مرة. فأي مادة تكشف المعجم عن كلمة مواكبة وكبا؟ طبعا هي الفعل بتاعها واكبا، نحذف ألف الزيادة، يبقى المادة بتاعتها وكبا. بعد كده الخط، بنكتب الخط وبنكتب الإن. أتمنى لكم إن شاء الله الاستفادة، وأتمنى إن شاء الله تكون هذا الامتحان انطلاقة لتحقيق كل ما تتمناه ولتحقيق درجة عليا إن شاء الله لكي ندخل الثانوية العامة في يعني في راحة وفي طمأنينة. كل عام وأنتم بخير، انتظرونا إن شاء الله مع الصف الأول الثانوي، نكمل الرحلة إن شاء الله معا مع قناتي عاشق الضاد والنحو. أتمنى لكم التوفيق، وكل عام وأنتم بخير.